السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه مشيوات كوزينتنا. قبل ما غادي نبداو الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه وكذلك انكم تضغطوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وفرجه ممتعه. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره على مخمر مورق وكيجيه الشيش لاننا كنعجنوه بالحليب. غادي نحتاجو في المقادير ديالو 250 غرام ديال الدقيق الابيض، 250 غرام ديال الدقيق القمح الفينو اللي كيكون مسمد في حسمه رقيقه ولكن هو دقيق ديال القمح الصلب، معلقه كبيره ديال الخميره اللي عندي ممسوحه مع مرش بزاف ولكن كتبقى خميرات بطبيعه الحال دائما على حسب الجو، الملحه حسب الطوق، واحد الكيس من الخميره ديال الحلويات اللي من وزن 8 غرام، كاس ديال الحليب، الماء دافي باش غادي نجمعوا هاد العجينه، واحد المعلقه كبيره ديال العسل اولا ممكن انكم تعوضوها بالسكر كيبقى على حسب اللي بغيتو. في الاناء اللي غادي نعجن فيه درت الدقيق الابيض والفينو، غادي نضيف الخميره ديال الحلويات، غادي نضيف الملحه، الخميره الفوريه، المعلقه ديال العسل او السكر، ما غاديش نعمرها بزاف، غادي نخلط هاد المكونات وغادي نضيف الكاس ديال الحليب دافي وكنبدا نعجنوا في هاد العجينه وحتى حنا كنلكو فيها مزيان ومع اضافه ديال الماء، اضافه الماء اللي كيكون حتى هو دافي حتى غادي نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون لينه مدلوكه مزيان. من بعد ما بقيت كنضيف الماء بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه ومدلوكه مزيان كيف ما كتشوفوا ولكن ما كتكونش مرخوفه بزاف وكتلصق باليد. غادي دابا ندير منها كويرات اللي غادي يكونوا من نفس الحجم، نحطهم في واحد البلاصه اللي غادي نغطيهم فيها ونخليوهم يرتاحوا واحد 10 دقائق تقريبا، 10 حتى 15 دقيقه باش يسهل علينا اننا نسرحهم. بعد ما كترتاح العجينه 10 دقائق تقريبا غير الوقت اللي كنحضروا فيه هاد الزبده والزيت ديال الدكراس والسميده رقيقه، كنبداو نقرصوا بالكره الاولى اللي صيبنا، دائما كنقرصوا في الاول غير بالزيت، كنحاولوا اننا نمشيو هكا من على جناب هما باش كنبداو كنبسطوا، حنايا كنجرو في العجينه ما نمشوش من الوسط. حتى كتولي عندنا واحد العجينه هكا شفافه، غادي ناخذ شويه من هذا الخليط ديال الزبده والزيت، الزبده كتكون غالبه على الزيت، غادي نرش سميده رقيقه كنطويها هكا، واحد شويه ديال الزبده شويه السميده كنطويها عادي فحال مسمنه عاديه، غادي نحطها في البلاطو بين ما كملت الكرات لا كاملين. نحاولوا نغطيوهم باش ما يبقوش غير ينشفوا، بنفس الطريقه كنقرصوا غير بالزيت في الاول عاد كندور الشونط فيها بالزبده والزيت. من بعد ما كنكملوا الكرات كاملين كناخذ المسمنه الاولى اللي قديت غادي نقلبها على الجهه اللي مطويه فيها، كنجمعوها بهذا الشكل هذا حتى غادي نحصلوا على دائره بهذا الشكل هذا، ما غادي نضغط على والو، غادي نحطها عاود في البلاطو نغطيها غادي نستمر.
بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكرات كاملين اللي عندي. كان سبق لي واقترحت عليكم في رمضان اللي فات تقريبا في حاله المخمر، غير هو الطريقه ديال الطي مختلفه، وكذلك كاين واحد الاختلاف بسيط في المكونات. غادي نخلي لكم رابط صندوق الوصف الى بغيتو تمشيو تشوفوا. انا غادي نستمر حتى نكمل هاد العجينه كامله اللي عندي. غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح تقريبا ما بين 20 حتى 30 دقيقه. غادي يبقى بطبيعه الحال على حسب الجو، الا كان الجو سخون راه غادي نخليهم يرتاحوا مده قليله بطبيعه الحال، وهما مغطين باش ما تكونش لينا واحد القشره من الفوق. من بعد 20 دقيقه كناخذوا الكره الاولى اللي بسطنا، المقله درتها كتسخن، وغادي نبداو نطيبو في هاد المخيمرات بعد ما نبسطوهم. كنحطوها فوق المقله، كنرش واحد شويه هكا ديال الزبده والزيت اللي بقاو عندي من التكراس. العافيه كتكون متوسطه، ما تكونش مرتفعه بزاف باش ماشي بالزربه يتشوطوا لينا، وكذلك ما تكونش مهيله. كنخليهم من بعد ما كنقلبها غير كنحط واحد شويه كنقلبها، وكنخليها حتى كطيب مره مره كنبقى نقلب فيها حتى طيب وتحمر من جوايب جوج. بالنسبه للتكراس ما نقرصوهاش، تكون ما نخليوهاش غليظه بزاف لانه مازال كيتنفخوا مع فيهم الخميره ديال الخبز. كنستمر بنفس الطريقه، كنقرص كيف ما ذكرت ما تكونش غليظه بزاف لان مازال غادي تطلع كيف ما ملاحظين غادي تخمر مع فيها الخميره. والخميره ما نكثروهاش الا كان الجو سخون، كتبقى بطبيعه الحال دائما على حسب الجو. صافي غادي نستمر حتى غادي نكمل هاد الكرات كاملين، نبقى نطيب فيهم وحده بوحده على نار متوسطه مع التقلاب من جوايه كامله. المخمر بعد ما كملته في الطياب هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيكون. نحل لكم وحده تشوفوا كيفاش كتكون من الداخل، ولكن من قبل شوفوا السمك اللي كنخليه فيه انايا كيتنفخوا واحد شويه كيف ما ذكرت، وكيبقى بطبيعه الحال على حسب الذوق واش غادي تبغيهم يكونوا غلاط شويه اولا بهذا الشكل هذا. كيف ما ملاحظين كيفاش كيكون، كيجي مورق، كيجي رطب، وكيجي هشيش. اذا هذا هو الاقتراح ديال اليوم اللي نتمنى انه يكون نال اعجابكم. دائما ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه، وكذلك انكم تضغطوا على الجرس باش تفعلوه وتبقوا توصلوا بكل ما هو جديد. وبصحه وراحه.